شاء الله رب العالمين هنتجوز وتقرب الحفلة مناسبة احتفال بذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ندوة تحت عنوان ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم فيها الدكتور أحمد خميس الشتاوي إن شاء الله رب العالمين. أي خدمة يا رجال؟ شافة شراب صورنا الساق أنا بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد بن عبد الله وأحب عباد الله إلى الله. وبعد، فإن الحديث عن رسول الله عمل تهنأ به النفس وينشرح له الصدر، ذلك لأن نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام مثال للإنسانية الكاملة وملتقى الأخلاق الفاضلة وحامل لواء الدعوة العالمية الشاملة. أما أخلاقه فكانت مستمدة من عند الله، فهو الذي صنعه على عينه وأدبه فأحسن تأديبه. وقد سئلت أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها عن أخلاقه فأجابت كان خلقه القرآن، وهل القرآن إلا كتاب الله وهدي السماء؟ ما أفصح عنه المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام في قوله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكان أرفع وسام رسول الله وأسمى وصف النبي ما جاء في محكم التنزيل، وإنك لعلى خلق عظيم لهذا الخلق العظيم. دخلت الله والبشرية الجمعاء من عبادة الأصنام إلى الإيمان بالله، ونقل العالم من فوضى إلى نظام، ومن مهارة حيوانية إلى كرامة إنسانية، والعالم اليوم أحوج ما يكون إلى هدى سيدنا محمد لينال سعادة الدنيا والآخرة ويفوز برضا الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هيا بنا نستمع إلى خير الكلام تنزيل الرحمن ومع القرآن الكريم والطالب محمد محمود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والآن مع الكلمة يلقيها عليكم الأستاذ محمود السيد. صور هنا يا شراب.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي من علينا بأن جعلنا من أمة خاتم الأنبياء والمرسلين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. إنه لشرف لي أن أقف في هذه الذكرى العطرة أتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي زكاه الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وبعد، تجيء هذه الأيام وتحمل لنا ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ونشهد في كل ربوع الأرض احتفاء المسلمين بتلك الذكرى الطيبة بألوان مختلفة وأشكال من الاحتفالات، منها ما يتجمع فيه المسلمون يتذاكرون فيه صفات النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقياته، ويذكرون ما قيل في مدح النبي صلى الله عليه وسلم من أبيات من الشعر، ويتذاكرون سنته وسيرته، وهذا من باب الأعمال الطيبة التي يساب عليها المسلم. ومنها أيضا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه. ومنها أيضا التقرب إلى الله تبارك وتعالى بصالح الأعمال، ولا يكون الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم الثاني عشر من ربيع الأول فقط، ولكن الاحتفال يكون على مدار اليوم والليلة، على مدار العام كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نفرح بميلاده. قال الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. والله قال عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك فأمر الله تبارك وتعالى بأن نفرح بميلاد خير أنبياء الله وخاتم الأنبياء والمرسلين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والعرش يزهو والحظيرة تزدهي، والمنتهى والسدرة والسماء، والوحي يقطر سلسالا من سلسال، واللوح والقلم البديع رواء. والآن مع هل تعلم والطالبتان إمام محمد نهال نبي. هل تعلم وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام 570 ميلادية، وأن ولد يتيما حيث توفي والده عبد الله وهو في بطن أمه؟ هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توفيت والدته أمنة بنت وهب لما بلغ 6 سنوات فكفله جده لأبيه عبد المطلب؟ وهل تعلم أن في عام 610 ميلادية، وعندما بلغ الحبيب المصطفى 40 عاما، نزل عليه جبريل عليه السلام بالوحي من عند الله فأصبح النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا وهو في سن 40؟ وهل تعلم أن القرآن كان ينزل على النبي على فترات متقطعة استمرت 23 عاما؟ وهل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعو إلى الإسلام في مكة لمدة 13 عاما، إلى أن أمره الله عز وجل بالهجرة إلى المدينة حيث أسس أول دولة في الإسلام والتي عاش فيها 11 سنوات من عمره؟ وهل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائدا ماهرا في إدارة الجيوش وفي فنون القتال، فقد قاد معارك كثيرة ضد المشركين واليهود وهي 27 غزوة لإزالة العواقب من طريق الدعوة؟ وهل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أول من استطاع توحيد القبائل العربية تحت راية الإسلام في الجزيرة العربية؟ وهل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم له من البنات 4 ومن الأبناء 3 وأزواجه الطاهرات 11 امرأة؟ وهل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عام 633 ميلادية وعمره 63 سنة قمرية، أي ما يعادل 61 سنة شمسية؟ وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، يا من له عز الشفاعة وحده.